هسألك سؤال غريب شوية، عمرك رحت لدكتور نفسي؟ لا عمري. عمرك؟ لا. ولا فكرت؟ لا. بتحل مشاكلك بنفسك؟ الحمد لله ما عنديش، ما يعني ما بقبل، الحمد لله رب العالمين ما قابلنيش مشكلة حسيت ان انا فيها تعبت نفسيا فارجع للدكتور. ما حسيتش انك محتاج، يعني ما حسيتش ان انت محتاج حد يساعدك في أزمة لا نفسية؟ لا الحمد لله الحمد لله. مونولوج التحول في حياتك، انا هقول مونولوج وانت هتقولي مونولوج. انا بالنسبه لي مثلا شايفه فنيا مونولوج التحول من ممثل لادوار رومانسيه للبطل الشعبي اللي انا شايفاه قدامي. انا كنت ملاكم وطرقه رياضي واشتغلت مع استاذ نور الشريف، فمنها وكان عندي هاجس التمثيل بيراودني. استاذ نور الشريف وكان مثل الاعلى ما صغير، فانا لما رحت له كنت رايح له عشان اشوفه بس، يعني زي ما حد عاوز يشوف نجمه وهو بيحبه فيشوفه قدامه. فشفته كان كل همي ان انا اشوفه قد ما يعني اكتر من ان هو ياخدني، فهو خدني. فده كان من حسن حظي ان انا طلعت من مدرسه العملاق استاذ نور الشريف الله يرحمه، اللي هو الاب الروحي ليا.